Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Hanetkellem dilati ala nokta rakam 15 the ERB version 6 metric manipulation. بيقول لي the ERB version 6 uses the same automatic metric computation as ERB version 4. نفس ال IB version 6 نفس ال IB version 4 مع ال ERB. ولكن you may tune the interface bandwidth and delay. يعني في ال IBv4 bandwidth with delay هم الايه الاساسيين في حساب المتريك. To affect the metric for a incoming update. You may change the key value vector by using the routing process command metric wait. زي ال IB version 4 زي ال IB version 6 في النقطة دي. Where the IB version 4 ERB supports the unequal load balancing. هنا بقى الفارق ما بين ال ERB مع ال IBv4 وال IBv6. ال IBv4 ال ERB بيسبورت ال unequal load balance ودي احنا قلنا ما فيش في ال IGB حد بيعملها غير ال ERB. لكن ال ERB ما بيعملش ده مع ال IB version 6. تمام؟ So the IPv6 ERB can only implement equal cost load balancing as a result of existing IPv6 CIF limitation. Maybe in the future this limitation may be lifted. Right now, however, you can instruct the ERB version 6 to account for bandwidth with an unequal metric, but it will only load balance across them equally. في النهاية هيحصل برضو إيه load balance equally, not unequally. This is accomplished by using the routing process variance command to allow the process to install the route with the unequal cost into the routing table. Just as usual, the path selected for load balancing will include any feasible successor path with the metric less than the, you know, this is the feasibility condition. It's the same like the IB version 4 and the IB version 6. No change here. El case hena bitqulli configure RX1 to use only delay value to reach loopback 5 prefixes on RX2 and RX3 and RX4. So here, هذا هو الكوماند نفس اللي كنت بتستخدمه مع الاي بي فيرجن 4 هتستخدمه مع الاي بي فيرجن 6. مش لازم نكريت لوب باكات, هندخل على طول نغير المتريك. المفروض هنا لو جينا بصينا قبل ما نغير حاجه دو شو اي بي في 6 راوت اي ار بي, هنلاقي ان دي قيمة المتريك اللي داخل فيها الديلاي والباندويت. هو بيقول لي احسب على الديلاي فقط, يوز دي اونلي ديلاي, فالكي متريك هنا تبقى ايه بالشكل ده. طبعا وانس ان انت تحط ال تغير الكي فاليو عند واحد الكل هيقع, لازم ايه يبقى عند الكل. هات RX4 عشان ما يزعلش. ليه اخترنا هالقيمة يا باشمهندس في المتريك؟ نعم, ليه اخترنا هالقيمة بالضبط في المتريك؟ يعني لو بالباينري بور متريك اول واحده دي للكواليتي اوف سيرفيس او تايب اوف سيرفيس ماليش دعوه بيها صفر. اللي بعد كده ايه كي 1 اللي هو ايه الباندويت, كي 1 اللي هو الباندويت, انا مش عايز الباندويت هحطه بصفر في المعادله. طيب كي 2, كي 2 اللي هو مين تقريبا اللود او الريلايبيليتي مش عايزه. تمام, المفروض ان كي 3 اللي هو الديلاي, كي 3 اللي هو الديلاي بواحد, مش عملنا 001 برضو الرابعة اي زي دي التايب اوف سيرفيس, دي الباندويت, دي الريلايبيليتي او اللود. I don't remember, this is the K3 which is the delay. تمام, بعدين K4 مش محتاجها و K5 مش فهمت؟ اوكي يا باشمهندس. يعني
معنى اي حاجه هنا لو قيمه الديلي مثلا بعشرة، العشرة بتتضرب في واحد بتبقى بعشرة، لكن لو قيمه الديلي هنا بصفر هتتضرب في صفر بصفر، يبقى الديلي ملوش لازمه هنا. يبقى دلوقتي ادي المتريك ايه، غيرنا المتريك، تعال نشوف من منظور ار1 المتريك هنا هيتغير ولا لا. القيمه هنا تقريبا معرفش كام الرقم الكبير ده، لو قلنا له ورينا تاني الراوتينج تيبل حتما هتلاقي الايه القيمه اتغيرت. شايف ليه؟ لان دلوقتي بيحسب على مستوى الديلي فقط. دي فكره الايه الاي بي فيرجن 6 متريك مانيبيوليشن. يو كان تشينج ذا ديلي، كان تشينج ذا باندويث، كان ذا ريلايبيليتي. ويل ات ذا اند اتس ريلي اب تو يو، يو هاف تو جست كونسيدر your network and your traffic pattern etc. Okay. نتوقف ونروح لاخر محطه في الاي جي ار بي، اللي هي فيرجن 6 ديفولت راوتينج.